خلاص 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 خلاص. الآن يا إخوة، الآن الشيخ أخذ كله طعن 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 في الصحابة. طبعا مذهب الطعن، هذا هو المذهب، تمام، الطعن. ونلاقي سبحان الله الإمام الباقر يقول لك وكف وكف الألسن على الناس إلا بخير، يعني تكف لسانك وتذكر الناس بخير. هو هؤلاء تمام يعترضون حتى على أقوال الأئمة. لا، دين مذهب معتقد كله طعن في طعن فرع. فأتى وطعن في أبو بكر وعمر ويطعن في عثمان ويطعن حتى في علي بن أبي طالب، ما عنده مشكلة. هذا هو المذهب الشيعي المعتاد. طيب شيخ أحمد، بالله عليك، عندي رواية، بما أنك ذكرت النسب، تمام، نسب أبو بكر، وطبعا الكلام ده انت ما اتيت بيه من جديد، يعني الكلام ده انت اخده من ياسر الحبيب وردنا عليه كلنا، ولكن انا اعطيك الان روايه في الكافي ترد لنا عليها في نسب، تمام، في نسب رسول الله، حتى نعلم، تمام، فعلمنا في الكافي ان رسول الله. خد الروايه يلا عشان برضك يبقى بالروايات وبالمصدر حتى ما تقول واتيت من وين. اللهم استعان. في الكافي جزء واحد صفحة 488 رواية رقم 27 بعد السنة طبعا، تمام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على سدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. يعني أبي طالب رضع رسول الله أيام، وطبعا صار أخو علي من الرضاعة، وتزوج علي من ابنة أخيه في الرضاعة. فبالله عليك ترد لنا برضك الجواز ده صح عندك ولا ما صح، ولا شلون تفهمنا هذه النقطة أيضا، طب ترد عليها، تمام. وأنا أتيك من كتاب الكافي والكليني لعبد الرسول، تمام، عبد الغفار، عندك يصحح ويقول جميع الإخبارية يقبلون جميع ما أتى عند الكافي. مين شو اسمه؟ اسمه الكافي والكليني، كتاب الكافي والكليني، معروف الكتاب، لعبد الرسول الغفار. عبد الرسول الغفار مين هذا؟ والله ده من عندكم، شوف انت. انا مين شنو ترجمته؟ ممكن تقرا لنا ترجمته مين هو؟ ترجمته ابشر ده عامل كتاب عندك الكليني والكافي، تاليف الدكتور الشيخ عبد الله الرسول عبد الحسين الغفار، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. إيه عندك إشكال معاه؟ قول لي. ده أنا لا ترجمته، ومين هو يعني، شنو مرجع شنو؟ والله أنا أعطيك الكتب وأنت اللي تطلع الترجمة، أنا مش ملزم أنا أديك الترجمة حق واحد، أنت قول لي. ممكن أجيب إذا سمحت لي. خلاص خلاص نعم السؤال. السؤال: أبو طالب كان يضع رسول الله على صدره فيمكنه ثديه فيرضع منه رسول الله أياما حتى لقى أو حتى دفعه إلى حليمة السعدية فأرضعته. هنا نعم هنا صار حاجة. إذا سمحت لي أجيب حاجة. طيب خلي جابك، اكتفيت اخونا حسام. تفضل شيخنا. اولا احبتي، هنا الاخ العزيز اثار نقطتين اساسيتين. النقطه الاساسيه الاولى عدد الصوفيه في العالم، النقطه الاساسيه الثانيه قضيه ماذا، روايه الكافي. احبتي هذه الروايه جيد في الكافي للكليني الجزء الاول صفحه 448 بهذا السند الذي هو عمد الى ان يعبره السند هكذا. احبتي
محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي ابن المعلى عن أخي محمد عن نرس ابن أبي منصور عن علي ابن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال لما ولد النبي صلى الله عليه وآله ومكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبن فأرضع منه أيام إلى آخر الرواية. أليست هذه الرواية أخي العزيز؟ هذه الرواية أحبتي لو راجعنا مرآة العقول للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه المجلد الخامس صفحة 252 بنفس هذه الرواية، رواية ضعيفة السند لا تنفعك بشيء، خلاص انتهى الموضوع. رواية ضعيفة السند لا تنفعك بشيء. دعني أكمل. إذن أحبتي أولاً الأخ العزيز فقط أكمل. أنا لا أدري أنتم لماذا تخافون، يعني عندما نريد أن نتكلم أنتم تخافون، والله شيء عجيب يعني، مع أنه المفروض أن تكونوا ماذا؟ أن تكونوا شجعان في مثل هذه المواقف. جيد جدا. في مقابل ذلك أيها الأحبة عزيزي فقط أكمل بالله عليك يا خليك مثل يا عزيزي، والله ما قاطعتك، خليه يكمل الرجل، ما قاطعتك، ما قاطعتك أحبتي. في مقابل ذلك رواية أن أبا بكر من زنا سفاح وأنه تزوج، أن أباه تزوج بنت أخيه، انظروا ماذا يقول، من ماذا يقول الهيثمي، هذا هو أمامكم. ليش المقاطعة؟ لاحظ إسناده حسن يعني أن أبا بكر، هذه رواية، أن أبا بكر تزوج، عفوا، أن عثمان تزوج، هذه رواية أحبتي أمامكم، نحاول أنه تظهر بشكل واضح أكثر، هذه رواية، لاحظوا هذه رواية، أن أبا بكر جاء من زنا سفاح. خليه على الشاشة حتى أضعها للجمهور. هذا إسناده حسن مولانا، إسناده حسن عندكم، جيد. أن أبا بكر جاء من زنا سفاح، علماءكم يقولون إسناد حسن مولانا، إسناد حسن عندكم. ها، فعندما تأتي إلينا ناقشنا على مبانينا، نحن نناقشك على مبانيك ونأتي بالروايات الصحيحة في أن أبا بكر جاء من زنا سفاح، من زنا محارم. أبو بكر جاء بإسناد صحيح بزنا محارم، هذا أمامك. من يقول؟ الهيثمي أحبتي. باب ما جاء في أبي بكر هذا راجع. فأنت كيف تتهمنا بأشياء هي ضعيفة السند عندنا؟ كيف تتهمنا بهكذا؟ أنت لا تعرف المباني، مشكلتكم أنكم لا تعرفون المباني، أنكم لا تعرفون المباني ثم تأتون تناقشون، والله كارثة. هذه الرواية أحبتي، صوروها بشكل جيد، لاحظوا ودققوا فيها، أن والد أبو بكر ذهب وتزوج بنت أخيه فأولدت أبا بكر من زواج زنا محارم، من زنا محارم، هذه أمامكم، لا نكذب عليكم أيها الأحبة. جيد، لاحظوا هذه الرواية أمامكم، جيد جدا. هذا أول. ثانيا تقول ماذا؟ من أين جئت بأنه 700 مليون عدد الصوفية في العالم؟ جيد عزيزي، هم من المسلمين في العالم غير الشيعة؟ هم فقط الصوفية والوهابية، لأنه حتى الأشاعرة إذا كنت لا تدري هم صوفية. أكثر أهل مصر صوفية، أكثر أهل السودان صوفية، أكثر أهل المغرب صوفية، أكثر أهل العراق سنة العراق صوفية، أكثر أهل تركيا صوفية، أكثر كل المسلمين عزيزي، كل المسلمين في العالم غير الوهابية صوفية، كل المسلمين في العالم غير الوهابية صوفية. أنت لا تفهم معنى صوفية، جيد، لا تعرف معنى الصوفية. كل الأشاعرة هم صوفية، جيد. أنت فقط خرج من المسلمين الوهابية، كم عدد الوهابية؟ كل الباقين هم ماذا بهم؟ هم صوفية. تفضل.
خطبه خليه يخطب بس خليه يخلص خطبه. انا اشوفك انا اشوفك. السلام عليكم حسام. لا اعطيني الاخ محمود ولا عندك تعليق استاذ حسام؟ تعليق يا حق واحد بالله عليك يعني انا اديه من وقتي يجيب. تفضل عمل لي خطبه. لحظه يا اخونا ابو اسيا الشيخ حسام. تفضل شيخ حسام بعده الاخ محمود. تفضل شيخ. تعليقي يا حق واحد تعليقي في كلمتين تمام. اول شيء حينما تقول إن الأشاعرة جميعهم صوفية ائتنا بالدليل يا أخي أنا ما أحب إلا بالدليل. أنا آتيك بالدليل فتديني دليل. دي واحدة. ما تقعد تقول والله الأشاعرة جميعهم صوفية وأهل السودان جميعهم صوفية وأهل مصر. يا عمي أنت وين رايح يا شيخ أحمد بالله عليك؟ عندك أدلة أعطيني من كتب بيني وما بينك المصدر. عندك مصادر اتفضل. ما عندك قولي من كيسي. 700 مليون اللي قلتها على مسمع جميع الناس سمعت في مصدر 700 مليون اقتنا بالمصدر. بالظن ظنك لا يلزمني شيء. تمام يلزمك انت. طيب هذه واحدة. اثنين الاستاذ خلاص اتى وقال الحديث ضعيف عندنا او الرواية ضعيفة. اعلم يا اخي ان المجلسي ضعفها. ولكن يا اخي ايش اسوي مع الاخباريين عندك؟ الاخبارية اعمل معهم ايه؟ قل لي انت تعمل ان هم بيقبلوا بكل ما في كافي. تمام وصحت عندهم الرواية وأعطيتك تمام الكافي والكليني لعبد الرسول الغفار يقول لك صح. وكل من قال إني الكليني كتاب الكافي تمام فيه ضعيف فقد كذب. الرجل يكذب يعني على عبد الرسول إخبار إخباري علماء الإخبارية جميع ما أتى في الكافي هو من بصحة جميع. شنو هذا مرجع شنو يعني مين؟ أنا يا حق وعد ده عالم عندك أنت عندك إشكال. إيه ما أنا ما أعرفه والله ما أعرفه. والله طيب أنت ما تعرفه هذا إشكالك. إيه عرفني به. أنا غلط فيه. نعم أنا ما أعرفه. حق وعد. والله قرأنا ترجمته من هو. لا يا حبيبي أنت اقرأ ترجمته. بما ما أعرفه والله ما أعرفه. خلاص حسام أنا ما أعرفه. الله يبارك فيك مولاي سيدنا. لا إشكالك يا حق وعد أنت ما تعرفوش. تمام انا اتيك بالمصادر وعليك انت تقول لي انا ما اعرفش الراجل ده. عزيزي الان انت حسام 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 انت الان حسام اسمعني فقط دقيقه حسام اسمعني حسام. طيب دقيقة واحدة الأخ يقول نحن لا نقبل إلا بالمصادر. نحن لا نقبل إلا بالمصادر. عندما طالبه الحاج قال أريد ترجمة هذا عبد الرسول غفاري أو ما أعرف من قال لا أعرف. إذن أين المصادر التي أنت تطالب بها؟ أين المساحة العلمية التي أنت تطالب بها؟ أين؟ تقول أن الأشاعرة ماذا بهم؟ ليسوا صوفية. يا عزيزي هذا من جهلك. الآن أريد منك أن تذكر لي أشعري واحد ليس صوفي. أعطيني أشعري واحد. أعطيني وأنا أثبت لك أن كل الأشاعرة صوفية. أنت الآن أنت مطالب أن تعطيني أشعري واحد ليس صوفي. أعطيني اسم عالم أشعري واحد ليس صوفي. شيخ أحمد الدليل على ذلك الدليل على يا أخي اعطينا مجال يا أخ أبو آسي شنو قضيتك؟ بس اعطيني مجال دا أكلم الشيخ. الدليل على ذلك أن مفتي مصر الشيخ أحمد جمعة هو يقول عقيدتي وعقيدة الأزهر هي عقيدة الأشاعرة وهم يسمون مفتي مصر بالصوفي. هم يسمون حاج أعطيك دليل قاطع على أن الأشاعرة كلهم صوفية. أن الوهابية كفروا الأشاعرة وأن الوهابية كفروا الصوفيين. الصوفية والأشاعرة مكفرين عند الوهابية. لماذا؟ لأن عقيدة الأشاعرة وعقيدة الصوفية عقيدة واحدة وهم الأكثرية في المسلمين أكثر من الشيعة وأكثر من الوهابية. شوف شيخنا أنا عندي كتاب كامل أنا ألفته في أن الأشاعرة والماتريدية والصوفية هم غالبية الأمة. أقرأ لك أمر واحد من هذا. يقول السفاريني الحنبلي يقول أهل السنة والجماعة ثلاث فرق الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل
يقول رضي الله عنه يقول: والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي، وأما فرق الضلالة فكثيرة جدا. يعني أنتم من فرق الضلالة، أنتم عند الصوفية والأشاعرة، وأنا إن شئت أمطرك أنكم توسمون الأشاعرة على أنهم قبورية، ودون كما ذكرتموه عن تقي الدين السبكي. تقي الدين السبكي الذي عندما شوفوا اخواني، هذا انتقلتم الى الامور الجانبيه، ماذا يفيدكم الاشعريه او الصوفيه او غير ذلك؟ انتقلتم لان ما اكثريه، مو هو سال منو اكثريه الامه يا رجل؟ هذا شوف اجيبكم عن نسب ابو بكر الصديق، انا اجيبك عن نسب ابو بكر الصديق، ادخلوا في المواضيع الحقيقيه التي يظهر. طب ما تريدون اقراكم الاكثريه تدخلون في الموضوع الان. خلي الاخ محمود، خلي الاخ محمود نسب ابو بكر الصديق الان. السلام عليكم ابو عبد الله. السلام عليكم. لحظه اخ محمود، خلي ابو علي لحظة. يا أخ أبو آسيا، شلون أبو آسيا؟ خليه يوزع الدور. كيف يكون رسول الله يتزوج عائشة رضي الله عنها من أب نسبه إلى الزنا؟ أبو بكر الصديق جد نسب عن الله. أبو بكر الصديق جد نسب عن الله. لا أخواني الكرام، يا شيعة لا يهم، لا يكذبون عليكم بهذه الأمور. يا أخونا أبو آسيا، أبو آسيا لحظة أخوان، تفضل أبو علي. أبو علي تفضل. يعني ابو علي ورا ابو علي عم بعد، انا واحد ثاني مؤمن والنبي زي كل مره مؤمن. ايه تفضل ابو علي. طيب معلش مولانا، انا طبعا ملتزم الصمت بقالي اكتر من ساعتين ونص. ما حدش هيقطع خالص دلوقتي، هياخد 7-8 دقايق متواصله، ما حدش هيقطع، انما احنا قاطع. حسام ما تخافش حسام، بالراحه ابو علي. انت برافو عليك، المقاطعه من حسام. يا جماعه الخير، انا حجمع يا مولانا بعض النقاط التي ذكرت في بثكم المكرم وهذا الموكب العظيم. ابدا بالاستاذ حسام. الاستاذ حسام يوميا يستدل علينا بابنته عائشه زوجة النبي. النبي يتزوج من ابنه رجل من السنة. هل هذا هو حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اخونا ابو آسيا، ابو آسيا اخونا شيخنا ابو آسيا، ابو آسيا ليش هذه الأساوة من عندك على البرنامج؟ إيده شوي، إيده، خلي يكمل الأخ وبعدين نجي. الله يبارك بي، الله يخلي لك آسيا. أنتم بهذا الكلام تطعنون في رسول الله. 3 دقائق يا جماعة، أنا قاعد ساعتين ونص ساكت. 3 دقائق أبو آسيا، إيش فيك أبو آسيا؟ مو تكون 3 دقائق تحمله. 3 دقائق بس تحمله، إيش فيه؟ تحمله مو وايد، بس 3 دقائق إي بس تتحمل، غير تتحمل. تفضل كوني تحمل. انا لا اعلم يا جماعه، انا الله يعز اصلك مولانا، انا لا اعلم يا جماعه الخير هل حسام يدلس عمدا ام انه لا يعلم صحه الروايات، وهذا في سريرته، لا اتدخل في ذلك او لا اتدخل في ذلك. طيب، اولا جاء حسام بالامس، وانا لم انسى يا حسام، بروايه السيده فاطمه في الاماني التي تتكلم على ان السيده فاطمه تضرب يد علي وتمسك بثوبه. طبعا حسام لم يقرأ لنا السند، ولكن مع ذلك نقول لحسام أن بالسند هناك عمر ابن سهل، هناك عمر ابن سهل، هذا أول رجل من رجال السند، واسمه عمر ابن سهل ابن إسماعيل الدينوري. هذا الرجل يا جماعة الخير تجد له ترجمة في سير أعلام النبلاء في الجزء 15 الصفحة 338، هذا أول رجل من رجال السند. الرجل الثاني من رجال السند وهو محمد ابن علي ابن زيد الصائغ، تجدوه أيضا في سير أعلام النبلاء في الجزء 13 صفحة 429. الرجل الثالث أحبائي هو هشام ابن حسان، تجدوه أيضا في سير أعلام النبلاء في الجزء 6 صفحة 356. هذا بالنسبة لحسام حتى ننتهي من هذه النقطة. هناك أخ من الإخوة استدل علينا أو على الشيخ الفاضل من الآية رقم 18 من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون. طبعا تفضل الشيخ العزيز المكرم بتوضيح أن الرضا هنا عن المؤمنين،
ولكن أضيف إلى قول الشيخ أن هناك إذ الفجائية، حيث أن إذ في اللغة العربية لها ثلاث استدلالات. إذ التعليلية، لقد نجح، لقد كافأ المعلم الطلاب إذ نجحوا في الامتحان، يعني بسبب أنهم نجحوا. وإذ الفجائية، وهي بينما نحن جلوس إذ دخل الحج وعد، وهي إذ الفجائية. وإذ الحينية الظرفية التي ذكرت في الآية، أي أن الله رضى عنهم حين وقت البيعة. الدليل على أن هذا الرضا لم يكن على جميعهم أن البيع كما يذكر الطبري في تفسيره للآية 18 من سورة الفتح، أن النبي صلى الله عز وجل في قوله تعالى لقد رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك إلى آخر الآية، يقول لقد رضي يا الله يا محمد عن المؤمنين، يعني بايع أصحاب رسول الله بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب وعلى ألا يفروا ولا يولوهم الدبر. فنذهب بعد أقل من 4-5 أشهر من هذه البيعة، نجد في المستدرك على الصحيحي بحديث صحيح على شرط مسلم رقم 4395 عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله من عندي وسلم دفع الراية يوم خيبر إلى عمر ويتردى عنه، فانطلق فرد عن أصحابه ويجبنه. هذا أولا. ثانيا، ابن أبي الغادية الذي كان من الذين حضروا بيعة الرضوان، يقول عمرو بن العاص وهو الراوي في صحيح الجامع لمحمد نصر الدين، محمد نصر الدين الألباني بحديث صحيح، والمعلوم أن محمد نصر الدين الألباني قد جمع الأحاديث الصحيحة كلها في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وما مرادفها أو مضادها من الضعيفة في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة. الحديث رقم 4294 يقول أن قاتل عمار وسالبه بالنار، فقد تبين أن الذي فعل ذلك هو ابن أبي الغادية واحد من الذين بايعوا. فنسأل الأخ الذي كان يتكلم، هل قاتل عمار بنص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في النار أم أنه من المرضيين؟ طيب اكتفي بهذا وإن كان. تفضل أستاذ محمود. تفضل أستاذ محمود السني. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمود.